اللي هي which tackle the immediate cause of anemia. بينما nutrition sensitive حق وضحنا إنهم هم بروحوا مش the immediate cause, بروحوا لل underlying cause اللي مسميهم determinants للأنيميا. أوكي. الآن الأفضل program للprevention هو اللي بياخد both اللي هن nutrition specific وال nutrition sensitive strategies. Then the most effective programs to prevent anemia are those that are comprehensive and combine nutrition-specific and nutrition-sensitive interventions and involve a wide range of sectors and actors. نرجع للnutrition-specific strategies. في اللي هي أهم شيء فيها اللي هي food-based strategies. لأنها هي بتتعالج زي ما حكينا الكوز بشكل مباشر. فلو رحنا للfood-based strategies ففي اللي هي dietary diversification and enhancing the bioavailability of micronutrients, infants and young child feeding practices, بالإضافة للbreastfeeding and complementary feeding. أيضا ممكن من خلال تكون supplements, ممكن تكون خلال food fortification. Fortification المقصود فيه هون اللي هي أن أضيف بعض المواد الغذائية بحيث أنها تدعم اللي هي الأغذية المدعمة. فممكن تكون بعدة أنواع, في mass و target point of use و biofortification. هلا رح نحكي عنها بالتفصيل. أول شغلة حكيناها من food based strategies اللي هي dietary. فإحنا مثلا اللي هي including variety of vitamins and nutrients مثل الآيرون, الفوليت, الفيتامين B12 والفيتامين C. هدول الدايتس إنهم اللي بيكون عنده مثلاً أنيميا بنوع معين من فهو في مثلاً iron deficiency أنيميا, فهو بده يروح يتجه للأكل للدايت بشكل كامل من ناحية مثلاً وين موجود الحديد, من ناحية الميت والبينز واللينتايلز وغيرها من الليفي فيجيتابلز وغيرها من الأغذية. الفوليت نفس الشيء بحيث إنه ممكن ياخده من مصادره من دارك جرين ليفي فيجيتابلز, الكيدني بينز وغيرها من المصادر لوجود الفوليت, الفيتامين B12 من الميت, دير برودكتس, الفورتيفايد سيريال اند سوي برودكتس, هاي كلياتها ممكن من المصادر الغذائية لهاي الفيتامينات وفيتامين سي من الحمضيات وغيرها والتوميتوز والميلونز والستروبريز, هاي كلياتها غنية بالفيتامين سي. حكينا ايضا المصدر الثاني لحتى نشرح على اللي هي الفود بيس استراتيجيز اللي هي السبلمنتس. السبلمنتس ممكن ناخذها اللي هي مالتي فيتامين سبلمنتس, وهذول عاده تعطى لل people at higher risk group. ممكن pregnant women بياخذوا اللي هي prenatal vitamins, pregnancy and postnatal vitamins, بالاضافه لل elderly مالتي فيتامينز, هاي كلياتها هم اللي at high risk group. الطريقة الثالثة اللي حكينا عنها في الفود بيس استراتيجيز اللي هي الفود فورتيفيكيشن, وحكينا انه في اللي هي الماس يونيفرسال والتارجتد والبوينت اوف يوز والبايو فورتيفيكيشن. لو حكينا عن الماس اور يونيفرسال فورتيفيكيشن اللي هي بتبقى على مستوى الوطن, على مستوى الحكومة, بحيث انها ممكن تدعم الاكل اللي ممكن اكثر شيء ممكن انه يصير له كونسيومينج في المجتمع, اللي هو عندنا مثلاً في إحنا مجتمعنا الأردني الطحين الرز مثلاً, السيريالز الملك أحياناً أيضاً بدعموها بفيتامين دي. إذا بصير في فورتيفيكيشن, بصير مدعم بالعناصر الأساسية لحتى يقللوا من حدوث الأنيميا. ممكن تكون على شكل تارجتد لهم لفئات معينة سب جروبس للبوبوليشن, بحيث إنه فقط فئات معينة إني أدعم لهم الأكل تبعهم, ممكن على مستوى اللي هي الحكيمة اللي هي point of use. في examples على targeted fortification قبل شوي حكيت عنه اللي هي fortified complementary food for infants and young children for emergency feeding or for displaced person refugees. إذن أنا باخذ فئة معينة مجتمع وممكن إني أنا أعملهم fortification ل لمواد غذائية معينة لحتى أني لسبب ما مثل الريفيوجيز وغيرها, لحتى أني أنا أعالج وأتخطى أي شيء ممكن أنه يصير أنيميا عندهم. الـ point of use الـ home fortification هاي على مستوى الانستيتيوشن,
بحيث إنه المؤسسة هي نفسها ممكن كمدرسة ممكن كجامعة إذا بتقدم وجبات لا مثلا لطلابها إنها تكون هاي الوجبات مدعمة، ممكن في البيت نفسه بحيث إنه يتم إضافة بعض المايكرو نيوتريانس على شكل باودر أو على شكل ليبيد بيست فورم بحيث إنها تعطى خلينا نحكي لهاي الانستيتيوشن أو لهاي الجامعة. البيو فورتيفيكيشن كروبس ذات هاف بين نيوتريشنالي انهانسد يوزنج مودرن بايوتكنولوجي، وهي ايضا طريقه رابعه للفود بيس استراتيجي. لما نحكي عن النيوتريشن سنسيتيف استراتيجيز فعندنا احنا اربع طرق اللي هي جينيتيك كونسلنج بريفنت مالاريا الووتر سانيتيشن اند هايجين اند ادريسنج سوشيال اند كلتشر ديتيرمينانتس اوف ذا ديزيز. اذا احنا هنا حكينا احنا بنعالج الديتيرمينانتس للديزيز لما يكون في مثلا ممكن يكون اللي هو سبب جينيتكس من أمراض تلاسيميا وكذا، يعمل جينيتيك كونسلينج بحيث إنه يمنع انتشار هذا التلاسيميا في نفس العائلة من مثلاً ممكن من خلال تزاوج أقارب وغيرها، فلازم يسوي جينيتيك كونسلينج لحتى يشوفوا هل احتمالية حدوث التلاسيميا أو لا، هذا بالأشياء بيقلل من الأنيميا. بريفنت الملاريا طبعاً لأنها هي ممكن تكون ديتيرمينانت لحدوث الأنيميا، فبالتالي خصوصاً إذا أنت كنت مثلاً بدك تروح لمنطقة فيها الملاريا منتشر فممكن تأخذ مديكيشنز معينة حتى تمنع حدوث الإصابة بهذا بالملاريا، وبالتالي أنت في هذه الحالة بتمنع حدوث الأنيميا. ووتر سانيتيشن والهايجين هاي كلها ديتيرمينانتس، إذا صار في يعني اهتمينا بمصادر المياه من ناحية الهايجين وغيرها أيضاً. Addressing social and cultural determinants of the disease. إذا أي determinants لها علاقة بالناحية cultural أو social إنه تكون إنه يتم العناية فيها مثلاً، والواحد ممكن يعمل actions ممكن إنها يتجنب حدوث ما قد يؤدي للأنيميا. إذا على الرغم من وجود هذه الاستراتيجيز لكن the progress on decreasing the anemia has been overall slow and uneven، يعني إذا the progress حتى إنه قلل من حدوث الأنيميا هو عم بتقل عالميا لكنها بشكل بطيء، يعني من سنة 1990 لل 2016 نزلت the prevalence للأنيميا من حوالي 40% ل 33%، it's good لكن هذا يعتبر اللي هو بطيء جدا لهذا المعدل النزول في الأنيميا. لكن في اللي هي WHO اللي هي Global Nutrition Targets 2025 هدفهم إنه لحتى يوصلوا لل 50% reduction of anemia in women of reproductive age، لأنها هي أكثر vulnerable population لحدوث الأنيميا. تمام هيك؟ اوكي، حدا عنده اي سؤال؟ دكتور بس لو سمحت بقول ايش الفرق بين النيوتريشن سنسيتيف والنيوتريشن سبيسيفيك؟ النيوتريشن سبيسيفيك بتعالج الكوزز بشكل مباشر للانيميا، بينما النيوتريشن سنسيتيف هي بتعالج بشكل بتروح للديتيرمينانتس وبتعالج الديتيرمينانتس قبل ما يصير الكوز. تمام؟ تمام دكتور، شكرا. اوكي، الان خلينا نحكي عن اللي هي لو حكينا عن النيوتريشنال انيميا، احنا حكينا الانيميا ممكن يكون بشكل او باخر هي اسباب ممكن غذائيه، وايضا ممكن اسباب تعود للي هي الوراثيه، وحكينا ممكن تكون لانفكشن او انفلاميشنز معينه. ف خلينا شوي نتوسع في النيوتريشنال انيميا لانه هي ممكن الشيء الواحد يسوي فيه مداخلات اكثر شيء، او ممكن يكون فيها خلينا نحكي طرق الواحد يقدر يقلل من حدوث الأنيميا. أول شيء اللي هي شو هي العناصر اللي تكون تؤدي لحدوث الأنيميا، اللي هي الأيرون، الفيتامين A and B12، فوليت and ريبوفلافين، هاي كلياتها ممكن تؤدي لحدوث الأنيميا. إذا nutritional anemia results when concentrations of hematopoietic nutrients وهذول كلياتهم involved في RBC production or maintenance are insufficient to meet those demands. إذا لما نكون هاي العناصر غير كافية لحتى إنها لحاجة السيستم، فبالتالي هون ممكن إنها تؤدي لحدوث nutritional anemia.
طبعا the most common من بين هاي العناصر اللي هي الايرون ديفيشنسي. اذا الايرون ديفيشنسي هو the most common nutritional deficiency اللي ممكن انه يؤدي لحدوث الانيميا. لكن هناك العناصر الاخرى اللي ممكن حكينا عنها اللي هي فيتامين A, B12, B6 و C, D and E والفوليت والريبوفلافين والكوبر والزنك. هاي كلها عناصر مهمة ايضا ممكن تؤدي نقصها الى حدوث الانيميا. فمثلا حكينا شو لهم دور مثلا اللي هي في الإريثروبويسيس او حتى المينتنس الإريثروسايتس اللي هي الفيتامين A and B6 والB12 والفوليك اسيد والريبوفلافين. هذول كلياتهم needed for the normal production of RBCs. فيتامين C and E هذول شو دورهم؟ انهم may protect the RBC through their antioxidant function. والتريس إليمنتس اللي هم الكوبر والزنك هذول كمان لهم دور مهم من خلال انه that they are found in the structure of enzymes that act on iron metabolism. إذا ممكن هذول نلاقيهم في structure للإنزيمز المسؤولة اللي ممكن أنها تتدخل في الميتابوليزم للإيرون، فبالتالي لها دور مهم في الإلكتروسايت. الكوبر may contribute to anemia development through reduction in erythropoietin and antioxidant enzymes that require copper, thus increasing oxidative stress and reducing RBC lifespan. أيضا الميكانيزم through which zinc deficiencies associated with anemia are not as well characterized. إذا الزنك له دور لكن الميكانيزم كيف دوره فيها لسه مش مفهومة بشكل واضح. أيضا اللي هي قديش احنا بنعرف الايرون ديفيشنسي انه هو most common هو له دور كبير في الانيميا في العالم، لكن هاي العناصر الثانية قديش هي لها بتزيد في البردن للجلوبال انيميا لسه still subject of investigation، لسه بحاجة للبحث فيها. Some of these nutrients deficiencies are rare and may contribute little to the burden of anemia globally. Our deficiencies in multiple macronutrients likely have a synergistic effect on anemia development. إذا حد الآن إحنا نعرف إنه لهم دور والديفيشنسي تبعهم ممكن يؤدي إلى حدوث الأنيميا، لكن قديش البردن قديش هذا ممكن يضيف عبء عالميا؟ هل هو فعلا ممكن يكون هاي هو رير بصير ديفيشنسي فيهم لكنه رير؟ وأيضا deficiencies in multiple macronutrients ممكن أن تكون لها تأثير سينيرجيستيك يعني مدعم للأنيميا ديفلوبمنت. لو أخذنا الأيرون ديفيشنسي وحكينا عنها بتفصيل أكثر لأنها هي أكثر مور ذا موست كومن مثلا أيرون الأنيميا اللي ممكن الكوز اللي ممكن يحدث لحدوث الأنيميا. فالأيرون ديفيشنسي ديفلوبس من دايتري أيرون انتيك كانت ميت أيرون نيدز أوفر بيريود أوف تايم لفترة طويلة especially during periods of life. احنا اللي هم بيكون فيهم الايرون ريكويرمنتس بارتيكولارلي هاي، وهي مثل ما انتم عارفين اللي هي مثلا خلال الجروث والديفلوبمنت وممكن اللي هي مينلي خلال البريجننسي. وايضا اذا كان الايرون لوسز اكسيد الايرون انتيك، وهي حكيت لكم اللي احنا بحاجه لنسوي بالانس ما بين الريكويرمنتس واللوس اللي ممكن انه يصير. فاذا ما كان في هناك بالانس فهذا ممكن يؤدي لحدوث الانيميا. بدنا ننتبه له انه الايرون ديفيشنسي typically evolves in three stages: storage iron depletion اول شيء، بعدين ممكن يصير iron deficient erythropoiesis، بعدين بصير الانيميا. اذا الايرون ديفيشنسي لما نحكي ايرون ديفيشنسي لا يعني انه حدوث انيميا، لانه بتبدا في مراحل. الاولى اللي هي زي ما حكيت لكم الستورج تبعها بصير له depletion، بعدين ممكن تصير للستيج الثاني اللي هي الايرون ديفيشنت ارثروبويسيس، وبعدها ممكن تتطور لحتى تصير انيميا. الكوزز للايرون ديفيشنسي سبق اشرنا لها او الايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي ممكن انكريز ديماند او ديكريز افيلابيلتي. اذا كانت انكريز ديماند ممكن نتيجه فيسيولوجيكال ستيت بريجننسي وتشايلد هود، او انه نتيجه بلاد لوس، فاللي هي لعدة أسباب ممكن تكون أمامكم مثل الـ inflammatory bowel disease، الـ peptic ulcer disease وغيرها، مثلا GI malignancies وغيرها. لكن decreased availability اللي هي poor intake، الناس اللي ممكن يكونوا الـ vegetarian فبكون inadequate iron،
وممكن يكون نتيجة الـ poor absorption زي سبق وأشرتنا، نتيجة مثلا حدوث مثلا H. pylori، الجيرد، الـ anti-acid PPI uses الأدوية هاي، أيضا high caffeine consumption ممكن تؤدي إلى الـ poor absorption، تمنع الـ absorption و celiac disease و parasitic infections، هاي كلياتها تؤدي إلى decreased availability وتؤدي إلى حدوث الـ iron deficiency anemia. إذا اللي فهمناه إنه الـ iron deficiency a state in which there is insufficient iron to maintain the normal physiological function of tissues such as the blood, brain and muscles. إذا ما بتعود هاي الـ tissues قادرة إنها تشتغل بشكل طبيعي. أيضا iron deficiency can exist in the absence of anemia مثل ما حكيت لكم، ممكن يكون بدأنا بالـ iron deficiency لكن لسه ما وصلنا لمرحلة حدوث الأنيميا وإلها stages زي ما أشرنا. If iron deficiency lasts for long time, it was severe enough, it may develop iron deficiency anemia. إذن إمتى ممكن يصير؟ إذا كان لفترة طويلة وكان بشكل كبير very severe فممكن إنه يتطور لحدوث iron deficiency anemia. The prevalence of iron deficiency is significantly higher than iron deficiency anemia, particularly in women and children. يعني ممكن الـ women and children يكون بلش عندهم iron deficiency لكن لسه ما وصل للأنيميا، لذلك الـ prevalence للـ iron deficiency حدوثه أكثر من الـ iron deficiency anemia. فالـ WHO recommends assessing iron status using serum ferritin and soluble transferrin receptors. إذا لما بدنا نعرف إذا هل في عنده نعمل diagnosis لأنه هل الشخص اللي أمامنا عنده iron deficiency، ففي شغلتين لازم اللي هي serum ferritin تقاس measure of body storage of iron and sensitive measure of ID. أيضا اللي هي soluble transferrin receptors أيضا هذولا when high it will indicate iron deficiency. الشغلة إنه السيرم فيريتين may be elevated by acute phase response، في ممكن في ممكن إذا صار في شيء معين بشكل acute ممكن أيضا يأثر على السيرم فيريتين، وأيضا soluble transferrin receptors ممكن يتأثر ب inflammations معينة، لذلك لما لأجل وجود inflammations ممكن الواحد مع فحص الفيريتين يفحص اللي هي biomarkers أخرى اللي هي مثل C-reactive protein CRP، الـ AGP أيضا، هذول ممكن حتى يدلونا هل هذا مثلا الارتفاع ناتج عن inflammation ولا إنه له أجل حدوث iron deficiency. الـ adverse effects of iron deficiency له طبعا كثير أعراض associated من زي ما حكينا وسبق وأشرت اللي هي الوظيفة للايرون في الدم اللي هي من ناحية reduced work performance, low birth weight, depression, high infant and prenatal mortality، هاي كلياتها ممكن ال cognitive functions وغيرها ممكن إنها تكون adverse effect لل iron deficiency أو اللي هي ال iron deficiency anemia. ومن الأشياء اللي ممكن تكون كتير واضحة اللي هي ال cognitive functioning. إذن في association أو relationship between iron levels with cognitive function. فمن ناحية attention، من ناحية learning، reasoning، هاي كلياتها may be affected by iron deficiency. In adults, iron deficiency, iron therapy restores the brain function, whereas iron deficiency in children may have irreversible negative consequences on young brain development. إذا هاي الشغلة لازم ننتبه لها خصوصا لدى الأطفال، لأنه عند الأطفال نتيجة الـ iron deficiency may be irreversible، effect تبع الـ iron deficiency may be irreversible ممكن ينعكس سلبا على الـ development للـ brain لدى هؤلاء الأطفال، بينما في الـ adults ممكن إنه إذا صار iron deficiency just to restore هاي الـ brain function ترجع، لكن بالأطفال it is irreversible. طب قد ايه ممكن مشكلة الايرون ديفيشنسي انيميا؟ قد ايه هي موجودة عندنا؟ قد ايش المشكلة؟ حوالي 50% من الكيسز في انيميا هي سببها الايرون ديفيشنسي.
Moderate iron deficiency anemia affects approximately 610 million people worldwide. أو حوالي بنقدر نحكي عنهم نعبر عنهم حوالي 8.8% of the population. So it is slightly more common in females than males. And up to 15% of children ages من 1 to 3 years have iron deficiency anemia. وإحنا بنحكي هاي النسب هي لا يجتهد فيها. Mild iron deficiency anemia affects another 375 مليون. إذا هاي النسب كلياتها لا يستهان فيها، لذلك لازم إنه ننتبه للبردن اللي ممكن يعطيها الايرون ديفيشنسي أنيميا. حتى في دراسة مثلا في 2012 عملوا دراسة مسحية وشافوا this is due to iron deficiency anemia. لاحظوا المناطق اللي أكثر فيها ممكن تكون اللي هي باللون الأغمق. طبعا كل ما صار لون أفتح كل ما قلت الداتا الناتجة عن الايرون ديفيشنسي انيميا. في منطقتنا في الايسترن ميديتيرينيان اللي هي في الشرق الاوسط it is an important public health من ناحية الايرون ديفيشنسي انيميا. It is an important public health problem and it is estimated that more than one third of the population in the region is anemic. إذا عملوا تقديراتهم وجدوا إنه حوالي أكثر من ثلث الـ population عندنا ممكن يكون عندهم أنيميا ناتجة عن الـ iron deficiency أنيميا. إذا لو شفنا هون هاي النسب أمامنا فبنلاحظ إنه لدى الأطفال حوالي 38%، 45% في الـ non-pregnant women والـ pregnant women 49% مقارنة بالوضع العالمي، فنلاحظ أنه هي نسبة كتير كبيرة. حكينا ووضحنا الـ vulnerable populations ولذلك هنا بالجدول هذا هم اللي تم الهايلايت لإلهم أكثر شيء. لذلك ليش هذا الشيء؟ لأنهم they are most at risk. About 50% of pregnant women and 63% of children under 5 have iron deficiency anemia. Recent data on anemia rates in preschool children, pregnant women and women of childbearing age show no improvement in the overall situation. إذا حتى مع الاستراتيجيز اللي عم تتبع ما في improvement، وحكيت لكم كثير بطيء في وضع في وضع اللي هي بشكل عام من ناحية الأنيميا. يعني meta analysis study لما نحكي meta analysis هي الدراسة بتكون على أخذت مجموعة من الدراسات اللي شافت قديش بيكون في أنيميا وعملت لهم تلخيص وطلعت بمجر معين يعني كتلخيص لعدد كبير من الدراسات. ففي هاي لما نحكي meta analysis معناته هي دراسة لخصت عدد كبير من الدراسات، معناته تكون الـ findings تبعها لها أهمية كبيرة. ففي هاي الميتا analysis it is reported that about 42% of anemia in children and about 50% of anemia in women could be eliminated by iron supplementation. إذا مجرد الـ iron supplementation ممكن يؤدي لأنه نقلل من الأنيميا بنسبة 50%. في لها control strategies للأنيميا deficiency للأيرون deficiency أنيميا اللي هي daily and intermittent iron supplementation, home fortification with micronutrient powders, the fortification of staple foods, with activities to improve food security and dietary diversity. طبعاً لما نيجي نحكي dietary من ناحية مباشرة في عنا عدد من الأغذية اللي ممكن يكون فيها rich الايرون ريتش فود من ناحيه الصويبين اوتميل ريزنز الايجز الشلفش جرين ليف تشيكن اند تركي الريد ميت الجرين بريد. هاي كلياتها ممكن تكون ايرون ريتش فود وحتى ممكن في منها تكون فورتيفايد بالايرون. سو الان احنا حكينا من ناحيه التزويد الغذائي للايرون من مصادره، لكن المشكله الثانيه اللي حكينا عنها اللي هي الابسوربشن. ففي عندنا effective way of promoting iron absorption by using absorption enhancer and to avoid inhibitors. فشو اللي هن الابسوربشن انهانسر؟ اللي هي ascorbic acid is the best dietary enhancer of iron absorption. الفايتاتس and
polyphenols will bind to iron and inhibit the absorption, لذلك نبتعد عنهم. أيضا الكافيين هو يعتبر inhibitor، لذلك ممكن نبتعد عنه لحتى نحسن من الامتصاص للايرون. في الأردن شو وضع الايرون ديفيشنسي انيميا؟ احنا بهمنا نعرف شو وضع هاي الانيميا في الأردن عندنا. فعملوا دراسة انه شافوا شو الايرون ديفيشنسي انيميا من 2012-2013، وجدوا انه the most commonly low ferritin concentration occur among women of childbearing age، هو متوافق مع الاشياء الموجوده عالميا. بالادلسنت جيرلز حوالي 7%، الومن ات مينوبوز ايج اللي حوالي 5% و 4%، تادلرز 3.3%، والادلت ميل 2.9%. يعني اذا لاحظ، لو لاحظنا الفئات اللي ممكن يكون فيها اكثر انيميا هي الومن اوف تشايلد بيرنج ايج. ايضا في هذه الدراسه to decrease the prevalence of deficiency of various micronutrients, the Hashemite Kingdom of Jordan initiated a national wheat flour fortification program in 2002. إذن إحنا حكينا إنه في أنواع مختلفة للفورتيفيكيشن، وفي منها اللي هي بتكون على مستوى الحكومة. ففي اللي صار عنا في الأردن لما وجدوا، طبعا خلال مش بس هاي الدراسة اللي شوي حكيت عنها، من دراسات أخرى عديدة وجدوا إنه اللي هي في هناك ممكن قد يكون بحاجة لمثل هيك intervention، فعملوا اللي هي الطحين الموحد، فهو دعموه بالآيرون، وذلك لحتى إنه يقللوا من deficiency في عدد من أيضا الميكرونيوتريانت أضيفت لإله. ف اشمعنى اختاروا الطحين؟ لأنه الطحين يصنع منه الخبز، وهو غذاء أساسي عندنا في الأردن، وبحيث إنهم وجدوا إن أفريج إنه حوالي 270 جرام of wheat flour per day mostly from bread، هذا اللي بيكون consumption للجوردانيان population من ناحية الطحين، فهذا حكوا إنه كافي، لذلك تم تدعيم الطحين اللي بنصنع اللي يصنع منه الخبز في الأردن لحتى بالمايكرو نيوترينتس مختلفة لحتى يقللوا من حدوث الأنيميا. فالطحين الموحد كيف صار إضافة الكميات من النيوترينتس لإله؟ الحديد طبعاً كيف عم بتزيد النسبة من 2002-2011، وأيضاً الزنك وغيرها من الفيتامينات الأخرى لحتى إنها تقلل من نسب حدوث الأنيميا. دكتورة؟ تفضل. دكتورة بس معنى fortification شو معناها؟ مدعم. يعني بنحكي مثلا حليب مدعم، معناته دعموه بفيتامينات مثلا او مايكرو نيوتريانتس لحتى انه يحسنوا من قيمته الغذائيه. وضحت؟ تمام. اوكي. ايضا اللي هي بالاضافه للويت فلور فورتيفيكيشن البروجرام، اللي هي التدعيم الطحين هذا اللي يستخدم في صناعه الخبز، أيضا الـ Ministry of Health also conducted clinic-based interventions to improve the iron and folate status، يعني على مستوى الكلينيك، بحيث أنه عملت routine screening and treatment program for anemia in 10 months old children attending clinics for measles immunization. أي طفل بيجي عشان ياخد الimmunization تبعه، فبعملوا screening بيشوفوا كيف وضعه من ناحية اللي هي وجود الأنيميا أو غيرها. أيضا to provide pregnant women folic acid supplements and routinely screen them for anemia. وبالإضافة للwomen with anemia are given a supplement containing iron, folic acid and zinc. إذن بالإضافة للتدعيم الطحين بشكل أساسي، أيضا اللي هو interventions على مستوى العيادات، بحيث إنه أي طفل جاي يطعم في عمر 10 أشهر يعملوا له screening، والpregnant women يعملوا لهم سكريننج، وإذا عندهم نقص يزودوهم في فيتامينات. هلا
هذا البروجرام حبوا يعرفوا شو تأثيره، فعملوا National Household Level Micronutrient Survey في 2002 وأيضاً في 2010. The target population of both surveys were Jordanian women of reproductive age, from 15 to 49 years, and children from 12 to 59 months of age. فشو يعني household level؟ يعني إنهم راحوا على مستوى البيت، العينة تبعهم، الوحدة تبعهم، لحتى أخذ العينة فاتعوا كل بيت وشافوا مين فيها women of reproductive age، وإذا في children من عمر 12 ل 5 سنين، 12 شهر ل 15 ل 5 سنين، فكانوا هذولا شافوا إذا عندهم عملوا assessment لوضعهم من ناحية الأنيميا. فشو findings لهذه الدراستين؟ إنه serum ferritin was higher in 2010 compared with 2002. إذا معناته البرامج التدعيم الطحين وغيرها هي في عملت فعالة، بحيث إنه السيرم فيريتين عند هؤلاء اللي أخذوا منهم العينة وجدوها أفضل في 2010 منها في 2002. البريفالنس للأيرون ديفيشنسي ما كان في اختلافات كتير من ناحية أيرون ديفيشنسي أنيميا أو أنيميا، ما كان في اختلافات كتير، لكنها ممكن نحكي مش بشكل significant، لكن في ارتفاع. Among children, significantly lower prevalence was observed in 2010 compared with 2002 for iron deficiency and iron deficiency anemia. إذن هو فرقت بشكل أكبر عند الأطفال بشكل significant، اللي هي إذا نحكي يعني statistically significant، بينما من ناحية الـ women اللي هي كانت أخف. Okay. In both surveys, حكينا إحنا أوزعوها في 2002-2010, childhood anemia was strongly associated with child age less than 24 months, living in poor households, breastfeeding for more than 6 months, malnourishment, poor maternal education, and maternal anemia. إذن شافوا في هدول الدراسات اللي حكيت لكم عنهم، الدراستين هدول اللي أجروهم، شو العوامل اللي ممكن إلها علاقة بحدوث childhood anemia؟ وجدوا من أكثر العوامل لها علاقة بحدوث الأنيميا اللي هي العوامل هلأ حكيت لكم إياها، اللي هي بحيث من العمر أكثر من 24 شهر وغيرها، البور والإدوكيشن وغيرها، البوفرتي من الأسباب. الآن من النيوترينتس أيضاً اللي بتهمنا غير الأيرون ديفيشنسي اللي هي الفيتامين A ديفيشنسي، و It is prevalent in many low-middle-income countries based on serum retinol concentrations, particularly among the preschool children and pregnant women. In the preschool children, we found that 190 million, and this is about half the preschool children in low-middle-income countries. Pregnant women, حوالي 15% منها ممكن يكون عندهم vitamin A deficiency. Women of childbearing age, أيضا هذولا كمان ممكن يكون عندهم vitamin A deficiency. إذن vitamin A deficiency, الأنيميا وجدوا إنهم occur at the same populations for decades, and significant correlation between vitamin A status biomarkers and hemoglobin have been described in multiple countries and populations, including preschool and school-age children and adolescents and adults. إذن وجدوا أن هناك علاقة ما بين إنه حدوث vitamin A deficiency وحدوث الأنيميا، وأنه في correlation، يعني إذا كانت موجود vitamin A deficiency معناته ممكن يكون أثر على الهيموغلوبين. Vitamin A supplementation has been shown to increase the hemoglobin concentrations, the hematocrit, and some iron status indices, even when administered in the absence of iron supplements. إذا وجدوا إنه الإضافات هاي من الفيتامين A اللي ممكن واحد الشخص يأخذها إنها بتحسن بشكل كبير من الهيموغلوبين concentrations. إذا هي بتحسن من قوة الدم، أيضا في كتير من الايرون status indices كلياتها بتصير أفضل، حتى لو ما تم يعني هذا التحسين أو هذا التأثير كان موجود، حتى لو ما كان أعطينا اللي هي الايرون supplements. إذا هو له دور في الانكريز الهيموغلوبين كونسنتريشنز وغيرها من خلينا نحكي الاندسز. لذلك الفيتامين A deficiency is thought to cause anemia through multiple mechanisms including the role of retinoids in erythropoiesis,
vitamin A is important for immune function. Vitamin A's well-established role in iron metabolism. High كليات have many factors or mechanisms اللي ممكن من خلالها الفيتامين A يؤدي لحدوث الأنيميا. Vitamin A deficiency. Anemia high اللي هي due to vitamin A deficiency is marked by increase in iron stores in the liver and spleen وincreased serum ferritin concentration. فالفيتامين A biomarkers are affected by inflammation. لذلك احنا بحاجة لنشوف الcomplicating هذا الاشي معناته complicating the assessment of anemia due to vitamin A deficiency in settings where infectious diseases is prevalent. إذا لما يكون في إحنا في منطقة فيها infectious diseases موجودة بشكل كبير فإحنا صعب نعرف إذا كانت اللي عندي هو vitamin A deficiency أو لا إنها البيوماركرز اللي بقيس فيها الفيتامين A deficiency ممكن تتأثر بوجود الانفلاميشن. أيضا من الفيتامينز المهمة اللي هي deficiencies of vitamin B الريبوفلافين والبي 12 والفوليت وهدول الفيتامين بي may be involved في الهيموغلوبين synthesis أو iron metabolism. Deficiencies of these nutrients have been associated with anemia. However, the extent to which they contribute to the global burden of anemia varies and some cases is unclear. إذا احنا بنعرف إنه هي إلها دور وبتأثر على حدوث الأنيميا لكن قديش هذا التأثير قديش ممكن أنه يزيد في البردن عبء الأنيميا في عالميا لسه ما بنعرفش قديش ممكن يضيف في العبء العالمي. والفوليت deficiency can lead to macrocytic anemia. فالdeficiencies of these nutrients affect the DNA synthesis and cell division of the bone marrow. والفوليت deficiency can also lead to decreased erythrocyte lifespan. من ناحية الفيتامين بي 12 deficiency في low middle income countries it will result from low dietary intake, malabsorption, pernicious anemia, والbacterial and parasitic co-infections. إذا هاي هي العوامل ممكن تؤدي لحدوث الفيتامين بي 12 deficiency في low middle income countries. Okay. Folate deficiency tend to be more common in populations relying on unfortified wheat or rice as staple food and that consume low amounts of legumes and green leafy vegetables. إذا كان الطحين غير مدعم أو الرايس اللي هي الأكل الأساسي في الموجود في تناولوا الشعوب فوجدوا إنه الفوليت deficiency ممكن يكون في هاي اللي ما عندهم هذا البرنامج بشكل وطني لدى تدعيم الطحين أو الرز فإنه رح يكون عندهم folate deficiency more common. وطبعاً الـ individuals أو الـ populations at higher risk of folate deficiency pregnant women لذلك بتم أعطائهم الـ folic acid الـ preterm infants أيضاً individuals living in malaria endemic regions اللي ممكن يؤدي لحدوث نتيجة الإصابة بالملاريا الأبارسايت. أيضاً تفضل حد السؤال بس معلش بدي أسألك هل الأغذية المدعمة في أشخاص مثلاً ممكن يكون ممنوع ياخذوا الشيء المدعم أو عندهم زيادة فهل هي بتكون بنسبة قليلة ما تأثر عليهم ولا بيلجأوا ولا إشي تاني؟ لا يعني قصدك ممكن أنها معناتها تزيد من يصير عندهم زيادة أكسس من هاي الباقي لا الأشخاص اللي أصلاً عندهم زيادة لما يأكلوا هاي الأغذية بتضرهم صح؟ فهي موجودة لذلك لو طلعتي للنسب كانت يعني قليلة جدا بحيث إنها تضمن إنها يعني ما راح تكون الأكسس فيها كثير لأن أنت كمان ممكن هي مصادر موجودة في الجرين فيجيتابلز وكذا فأنت عم تحكي عن كميات قليلة جدا يعني إنه هل أكل يوم مثلا أكل يوم خبز زيادة أكل جرين فيجيتابلز زيادة راح يأثر عليه بهذه الطريقة فإحنا هي أضيفت بحيث إنها تمنع الأنيميا لكنها ما تأثر على الأكسس. تمام شكرا. تمام. Okay. The contribution of vitamin B12 and folate deficiencies to the global prevalence of anemia is unknown. لسه ما بنعرف قديش ممكن هذنا ضايفين البردن أو عبء على بشكل عام بشكل عالمي
لكنها الداتا الموجودة أمامنا ممكن إنه تحكي أو تشير إنه it may be minimal. إذن هي إلها دور في الأنيميا، لكن ممكن هذا الدور يكون عالميا بشكل بسيط، لكن نرجع نحكي هناك فئات ممكن يكون at high risk high deficiencies اللي هم الwomen وال their children and infants، خصوصا اللي بيكونوا vegetarian اللي ما بتناولوا اللي هي اللحوم وغيرها من ممكن يؤدي لحدوث B12 deficiency. Symptoms of B12 deficiency ممكن تؤدي إلى bowel problems, constipation or diarrhea, hair problems, thinning and hair loss, mental problems including the headache, the depression and memory loss, fatigue and weaknesses, muscle cramps and chronic pain. بالإضافة لممكن تحدث mouth ulcers and pale skin. هاي كلياتها من symptoms ممكن لها علاقة بالB12 deficiency. الآن حكينا من الأسباب الأخرى لحدوث الأنيميا غير النيوتريانس اللي هي نتيجة inflammations and infections، ومن الـ diseases الأساسية اللي ممكن أنها associated بالأنيميا globally اللي هي الأنيميا of inflammation، soil transmitted helminth infections، hookworms، schistosomiasis نتيجة الشيستوسوما parasite، الملاريا نتيجة plasmodium parasite، والHIV وtuberculosis. إذن وجود هاي الـ infections وهاي الـ inflammations ممكن يؤدي لحدوث الأنيميا. أيضاً حكينا من الأسباب الأخرى اللي هي الجينيتيك هيموغلوبين ديسوردرز اللي هي السيكل سيل ديسوردرز والثلاسيميز، هاي لها علاقة بالجينيتيك كوزز خلينا نحكي لها أو للأنيميا. هلا بحب نحط دراسات لحتى يكون نعرف شو تأثير الدراسات اللي تجرى والأبحاث، ففي يعني خصوصا مثل الأبحاث مثل the prevalence and determinants of anemia in Jordan، هاي دراسة يعني أجريت في الأردن، وكان من أهداف هاي الدراسة to assess the prevalence of anemia في الأردن in both sexes at the national level and to identify high risk population subgroups. إذا إحنا كيف نعرف هال subgroups اللي عنا شو هن شو ال مين هم وكيف النسب تبعهم؟ فهي هاي النسب كلياتها نتيجة الدراسات اللي ممكن تجرى بهذه الطريقة. فشو كانت طريقتهم لهذه الدراسة؟ national population based household sample was selected from the 12 governorates of Jordan in 2017. إذن في عام 2017 اللي هي national population based household sample. شو مقصود فيها household؟ قبل شوي حكيت لكم عنها إنه بفوتوا لكل بيت وبشوفوا بياخذوا معلومات من أفراد هذا البيت. من خدوهم من هذه البيوت من 12 governorates of Jordan، من 12 محافظة في الأردن. فشافوا في هذه الدراسة prevalence of anemia and moderate severe anemia by age group، ووجدوا اللي هي moderate to severe anemia بناء على العمر، وشافوا الفريكوانسي قديش إلها موجودة عندنا في الأردن. لاحظوا هي أكثر شيء من اللي هي 40 إلى 49 اللي هي ممكن يكون فيها الأنيميا severe moderate to severe. وخدناها مثلاً اللي هي هذه بالفيميلز، وهنا عندنا بالميلز اللي هي ممكن اللي هم لحتى يصير أكثر من 70. إذا لاحظوا بالفيميلز قديش إنه الأنيميا of moderate to severe anemia إنها موجودة بكل الفئات العمرية، بينما بالميلز اللي هم حكينا لازم ننتبه لهم اللي هم بالإلدرلي population. إذا results في هذه الدراسة prevalence of anemia to be 5.2 in males and 20.3% in non-pregnant females and 27.4% in pregnant females. الأنيميا was predominantly mild من ناحية اللي هي males حوالي 81%، non-pregnant females 57%، and pregnant females 65.2%. Iron deficiency anemia accounted for around 68% of anemic females and 38% of anemic men. Conclusion, you know, the prevalence of anemia in Jordan is lower than previously reported by the WHO and the majority of anemia was mild.
الايرون ديفيشنسي انيميا واز ذا موست كومن تايب اوف انيميا بارتيكولارلي ان فيميلز. Fluor fortification with iron and folic acid could have accounted for the decline of anemia in Jordan. إذن لما قارنوا الفايندينجز لهذه الدراسة مع الموجودة عالميا فوجدوا إنها في الأردن أقل منها من تلك الريبورتد عن طريق الـ WHO. ممكن يكون سبب ذلك اللي هو الفورتيفيكيشن للطحين من ناحية الايرون and folic acid. هيك بيكون أنهينا معاكم إن شاء الله. حدا عنده أي سؤال؟ أوكي، إذن يعطيكم ألف عافية ونراكم على خير. كل عام وأنتم بألف خير.